أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. ما معنى إذا هلك الناس فهو أهلكهم؟ من يذكر لي مثال في زماننا على هذا؟ هلك الناس فهو أهلكهم. نعم، أشهر مثال بقول لك ما حدا من الصالحين في البلد، البلد واقعة، البلد فسقة، أهل المساجد كذابين، أهل بيفتري. دائما ما بذكر لك إلا الصفات السيئة. شو هو ظل حدا بيقرأ كتب؟ ما حدا بيقرأ كتب فهو أهلكهم. ما حدا بوكلش ربا، هذا افتراء. ما حدا بغض بصره، ما حدا فيش بنت مستورة والعياذ بالله بيحكوا كلام فهو أهلكهم. طب العكس، عندما تذكره بأن يتقي الله وأن الخير موجود، فبماذا يجيبك؟ بكلمة سوف نعطي عنها درسا إن شاء الله. ماذا يقول؟ أنا أحسن من غيري. فكلمة أنا أحسن من غيري تلتقي مع إيش؟ فهو أهلكهم أو أهلكهم.